متميز كالعادة. خبرتنا العصفورة رح تغني لنزار إباني، شو صحة هذا الخبر؟ ايه، وتقدمت لي أغنية للراحل الكبير نزار قباني اللي نعتبرها أمنية من الأماني اللي تحققت لي بالنهاية. يعني خليها للمفاجأة، لأنه مش نصورها، هي من ألحان الموسيقار طلال وكلمات الكبير نزار قباني. إن شاء الله خلال الأيام هذه نكونوا بتصويرها، وتكون جاهزة إن شاء الله بعد 10 أيام 20 يوم من تصويرها. رح تزعل شيء إذا رح يصير في مقارنة بينك وبين القيصر، ما أنه أنت رح يصير بك؟ لا أبدا، بالعكس، إحنا نشوف المقارنات لا تجوز. قيصر مكانه عالي ومكانه كبير، كل فنان يعني يتطلع أنه يغني لكبار الشعراء في العالم العربي. نزار قباني كلماته معناها تمس الناس الكل، كلماته ممكن يغنوها الفنانين الكل، وهذا من حقهم، لكن ما ندخلوش في مقارنات. بالعكس، قيصر عنده يعني باع في موضوع الأغاني أو القصائد لنزار القباني، ما شاء الله نجاحاته كبيرة ومتعدة. دونك احنا نكونوا يعني أضفنا للساحة العربية بصوت آخر أغنية لنزار القباني وألحان الموسيقار طلال. شو صحة الأخبار اللي كانت عم تتداول أنه راح يكون في أغنية شعبية لإلك وصار في تناقض؟